عسلم. اليوم مش نحكيه على حركة النهضة اللي كان اسمها حركة الاتجاه الإسلامي. وكالعادة قبل ما نحكي على حركة النهضة لازم نرجع على الفيديو اللي قبل، على خاطر التسجيل ديما يتم مباشر ونستنى حتى نكمل التسجيل باش نسمعه. قلت في الفيديو اللي قبل ان الحركة او ما يسمى بالفكر التنويري اللي ظهر في اواخر القرن التاسع عشر كان عنده اهداف ولكن ما وصلهاش وتم القضاء عليه. في الحقيقة لم يتم القضاء عليه. هذا الفكر التنويري ما زال متواصل حتى اليوم، ولكن هذا الفكر لازم نفهمه حاجة، هو ما هوش فكر سياسي ولا فكر ديني، بل هو فكر ثقافي يعتمد على التراث العربي الإسلامي ويطرح فكر معاصر ينجم يواجه الفكر الغربي. صحيح هو أول من ظهر به جمال الدين الأفغاني، محمد عبده وغيرهم وغيرهم، وظهر زاد في الجزائر معناتها مالك بن نبي، وظهر طاهر حداد في تونس وفي المغرب، وحتى التوا مازالوا موجودين هذوما المفكرين المعاصرين اللي ينظروا للإسلام كنظرة ثقافية مش نظرة دينية ولا نظرة سياسية. هذا الفكر التنويري منجحش. علاش؟ لأن الشعب متاعنا جاهل، شعوب متاعنا بصفة عامة شعوب تقليدية ومقلدة، ما هي الشعوب تفكر، ما تحبش الحاجة اللي تفكر فيها، وحتى التوى ماشية ومعنتها أكثر. الفكر هذا كان فكر نخبوي، لو تطلعوا عليه معنتها بعض معنتها أكيد يعرفوا، فهمت؟ ما نجمش يوصل للقاعدة الجماهيرية، بينما الفكر السلفي سهل، فهمت؟ كلمتين وانت مسلم وتدخل الجنة. هذاك علاش معناتها الانتشار نتاعو اكثر. فهذه النقطة حبيت نبينها باش معناتها ما نقعوش في الخطأ ونصوروا ان هذا الفكر التنويري قد انتهى. نرجع لحركة الاتجاه الإسلامي اللي هي موضوعنا الآن. نعرف كل حركة الاتجاه الإسلامي ظهرت في بداية السبعينات، والنجم نقوله اللي حركة الاتجاه الإسلامي ظهرت كردة فعل على اللي قام به بورقيبة. نعرف بورقيبة اللي شجع التعليم والنجم نقوله حارب الفكر التقليدي وحرر المرأة وغيره. فهذوما الجماعة اللي هما معناتها أهم الأشخاص هما كثيرين داو بشوية بشوية، هما صالح كركر ورشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وحميد النيفر وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ظهروا في الأول على أساس إنهم جمعية خيرية وجمعية من أجل الدفاع عن القرآن الكريم. نعرفوا اللي راشد الغنوشي كان في سوريا وتأثر بالفكر الإخواني، وصالح كركر مشى قرا في إيران وقرا الاقتصاد وتأثر بالفكر الثوري الخميني قبل قيام الثورة، والباقي معناتها عندهم نجم نقولوا تجر معناتها فكرة على الحركات الإسلامية، وما كانوش في الأول حركة سياسية، لا كانوا حركة ثقافية اجتماعية خيرية. وبورقيبة خلاهم يخدموا ما منحهمش، لكن وقتها بداوا يدخلوا الجامعة وبداوا يواجهوا الشيوعيين، بورقيبة عجبته الفكرة، قال أنا الشيوعيين مقلقيني وكل شيء، نخليهم يواجهوهم. وبالفعل هذا شو قال، يعني الإسلاميين وتشافوا رواحهم قدام الشيوعيين معناتها ولوا قوة ودخلوا للجامعة ودخلوا وبداوا يعملوا في المشاريع نتاعهم ومجلة وكل شيء، بداوا يفكروا في التنظيم السياسي.
هما ما همش اخوان. اذا نعرف ان حركه الاتجاه الاسلامي حركه صحيح متاثره بالاخوان تاثير كبير، نجم نقول ابن للاخوان، غير شرعي للاخوان، فهمت؟ انا ماهيش الاخوان، حتى علاقتها بالاخوان يعني نجم نقول محدوده. صحيح ان رشد الغنوش هو اقرب للاخوان من صالح كركر، لكن ما همش اخوان، هي حركه سياسيه تونسيه تستعمل الدين من اجل الوصول الى اهدافها، مثل حركه الاخوان في هذا المجال. انا مش باش نحكي على حركه الاتجاه الاسلامي من اللي قريته ومن اللي عرفته ومن هناك، لا، نحكي على تجربه خاصه عشتها يوم بيوم مع هذه الحركه. انا عرفت هذه الحركه في حدود سنه 75 74، ما كنتش نعرفها قبل، وكان عمري وقتها تقريبا 9 سنين ولا 8 سنين. قبل هذا التاريخ كنا عائله عاديه، امي تلبس السفساري، بابا يمشي يخدم، نصوم رمضان، بابا ما يصليش، امي تصلي ساعات ساعات ما تصليش، اخواتي بكل البنات يمشون للبحر يلبسوا المايوات عادي، نحتفلوا بالاعياد الدينيه والاعياد، نعملوا العيد ميلادات، يعني كنا عايشين عيشه عاديه كاي تونسي نعتبره روحنا مسلمين، شيء طبيعي، فهمت؟ يعني ما عندناش مشكله ان احنا مسلمين وقتها، فهمت؟ ونفرحوا بالاعياد الدينيه وعيد الفطر والعيد الكبير يعني نقولوا اسلام تقليدي عادي. وكنت نخرج في الشارع، انا نتذكر وقتها نشوف امراه لابسه ميني جيب ولا حاجه، عمري ما انتبه ليها لابسه ميني جيب ولا مش لابسه ميني جيب، كانت حتى الظاهره وقت بورقيبه عمل معناتها تنحيه ما يسمى السفساري وكل شيء، يعني تلقى امراه تلبس السفساري تتعدى بعض امراه لابسه ميني جيب وتقول ليش علاش ما تلبسش السفساري، والمراه اللي لابسه ميني جيب ولا لابسه شورت ما تقولش هذيك علاش لابسه السفساري، ما كانتش فما مشكله من الناحيه هذه بالكل. نتذكر احنا كنا في باب العسل نسكنه، يعني حتى معناتها في السهريات، معناتها حفلات في العروسات، العباد مخلطه، الناس الكل معناتها يعني كان جو جو جو، كانوا الشعب التونسي معناتها كان يعيش، ما فماش هذه المشاكل بالكل، ما فماش، فهمت؟ انا مثلا ما كنتش نصلي، كنت صغير، عمرها ما امي قالت لي امشي صلي، ولا حتى واحد منا ما هو يصلي من الولاد الصغار، بالعكس كنا نقراو، كانت امي ومعناتها تاكد علينا القرايه، اهم شيء هي القرايه، ما قالت لناش اهم شيء هي الصلاه، ولا اهم شيء هي ان تلبس الحجاب، عمرها ما قالت لنا ذاك الشيء. المهم هذا الكل معناتها اللي كنا عايشينه تبدل في فترة قصيرة جدا ما تنجموش تتصوروها. هذاك علاش انا ديما نشبه معناتها التجربة اللي عشتها وعائلتي بالدولة، فهمت؟ باش تفهموا شنو خطر الإسلاميين على المجتمع خاصة الإسلاميين، فهمت؟ المهم أختي الكبيرة دخلت الجامعة ونشوف ودي نلاحظ، انا كنت قريب منها ياسر، فهمت؟ كانت لهابيه وكل شيء، نلاحظ في اختي هذه بدات تتبدل بشويه بشويه، كانت تسمع في الموسيقى وتلبس الميني وتشطح وتغني وكذا، بشويه بشويه نشوفها تنعزل علينا، اكثر شيء وهي قاعده في بيتها تقرا، شد كتاب تقرا فيه، احنا الحقيقه ما فهمناش، امي حتى امي ما فهمتش، خايفه تقرا في قرايتها ولا الجامعه، ولا الواحد الانسان يدعي. ما نحبش ندخل في الديتاي في القصة هذه، فهمت؟ خاطر هذا مش، رغم اللي هي تجربة مهمة معناتها عشتها، لكن ذكرت جزء منها باش تفهموا اللي أنا وقت نحكي على الحركات الإسلامية ونحكي على الإسلام بصفة عامة، مانيش نحكي من فراغ، نو، نحكي من تجربة ومن معرفة. المشكلة اللي
أغلب المسلمين مسلمين بالاسم، كان جو العباد يعرفوا الإسلام. رغم أكثرهم خرجوا منه، ما نقولش كلهم وإنما أكثرهم خرجوا منه. خاطر الإسلام راهو ماهوش كما يقولوا سلام. كلمة إسلام جاية من استسلام، استسلام كلي، يعني ما تفكرش، توقف مخك أصلا وتتبع اللي جاء به محمد واللي قاله محمد عن الله. الإسلام يقول ما جاء به محمد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأسلوب الإسلامي بصفة عامة تلقى عامة وخاصة، والعامة تقل الخاصة. الإنسان ما عنده ما حدوشتوش لا باش يقرأ لا شيء، لا ما حدوش باش يقرأ الإسلام. يمشي نهار الجمعة يسمع الخطبة، كان عنده مشكلة يمشي للإمام يقول له يا سيادة الإمام قل لي شنعمل، عندي المشكلة هذه قل لي شنعمل. إذا هو تابع كليا، وحركة الاتجاه الإسلامي تستخدم هذا الأسلوب في عملها السياسي. وحتى حركة الإخوان مع ما يسمى بالسمع والطاعة للأمير أو للمشرف. ولاحظوا اللي أغلب عناصر حركة الاتجاه الإسلامي أو حركة الإخوان، أغلب العناصر متاعها القاعدية، عبيد مش علينا في مستواهم العلمي، يعني يمكن يكون قاري معناتها 4 سنين ولا 5 سنين بعد الباك، لكن مخه محدود في هذه المسألة، يعني يطيع الأمير ويسكر فمه. حركة الإخوان المسلمين وحركة الاتجاه الإسلامي ديما معناتها نرجع نحكيو توا على الاتجاه الإسلامي، ما نحكيوش على الإخوان المسلمين، أما لازمكم تفهموا اللي نفس الشيء تقريبا، نفس الأسلوب السياسي. هذه الحركة بدأت كحركة ثقافية اجتماعية خيرية في تونس في بداية السبعينيات. من بعد بدأت تتطور 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 وبدأت تتنظم، وكانت هذه الحركة في تونس الخاصية متاحة اعتمدت على المرأة، كانت تستعمل المرأة في التأثير. علاش؟ خاطر هما يعتبروا المرأة هي الأم وهي الأخت وهي كل شيء، يعني كانوا يدخلوا للعائلات والمجتمع الإسلامي عن طريق المرأة. وتو نفصلوا أكثر في الفيديو القادم. أنا حبيت نعطي فكرة عامة على المسألة باش تكون باش كيما نقولوا احنا بالتونسي نحطكم في الصحن، فهمت؟ خاطر نحب انا نتكلم اكثر، يمكن اكثر من 2 3 5 فيديوهات على حركة الاتجاه الاسلامي وحركة النهضة، على خاطر هي المشكلة متاعنا حاليا، واللي حتى المعارضة التونسية ماهيش اغلبها ماهيش فاهمة شنو هذه النهضة، ويعاملوا فيها كانها حركة سياسية، يعني شوية اعتصامات وما تتنحى وتستقيل دويو كما يقولوا. رأي حركة الاتجاه الإسلامي مغلغلة تغلغل عميق في كل أسرة تونسية. أي نعم متغلغلة وتعتمد على المخزون الديني والثقافي، وعندها خطة طورتها مدة توا قرابة 40 سنة من أجل أن تنفذها في تونس. إذا اللي يستهين بالنهضة ويسخايب روحه، معناتها شوية اعتصامات هاي باش يهربوا، راهي النهضة ماهيش الحزب الاشتراكي الدستوري وماهيش التجمع، وراهو راشد واللي معاه، خاطر راشد مش وحده، ملازمكش تركزوا كان على راشد. راشد صحيح هو رئيس حركة النهضة، ما ميحكمش هو، لا فما أطراف وفما جهات وفما ياسر حاجات. سخيبو توا كي راشد يهرب هكا هاو انتهت النهضة؟ لا ما انتهتش، حتى كانت طيق النهضة سخيب النهضة وفات هكا هاو ما عادش تحكم؟ لا. أنا مانيش معناتها نقول الكلام هذا باش نثبت الناس على معناتها نثبتهم على اللي يعملوا فيه في باردو، لا، وإنما حبيت معناتها يقول لك معناتها معرفة عدوك هو تقريبا نصف معناتها نصف انتصار في المعركة. يعني كي ما تعرفش عدوك مش كي ما تعرف، كي تعرفه عندك تخيس نصف الانتصار. ما نحبش نطول أكثر من 15 دقيقة،
وهذه نجم نقول مقدمة للحديث على حركة النهضة وحركة الاتجاه الإسلامي على حسب تجربة شخصية، باش التوانس الكل يفهموا شنية حركة النهضة. ومع فيديو قادم، بالسلامة.